بتعرفي شباب، اليوم نكمل المحاضرة بعد المرة الماضية ونحكي عن فلوتر سوفت وير. كان لنا المرة الماضية نيوماتيك سيركت، نرجع بنعيد. نيوماتيك سيركت هي السيركت الباور سبلاي فيها عندنا كومبريسر اير. اليوم حنكمل موضوعنا عن هايدريك سيركت، كيف نبني هايدريك سيركت يوزنج فلوتر. الهايدريك سيركت نرجع نأكد انه يكون باور عندنا مش الكتريكال ولا نيوماتيك هواء، يكون عندنا اويل فروم بامب. اوكي، نرجع السوفت وير. في عندنا تو سوفت وير فلوتر، واحد اسمه نيوماتيك فلوتر وواحد اسمه هايدريك فلوتر. فانت بدك تكون بالك انك انت فاتح الهايدريك فلوتر. اوكي، طبعا احنا يعني فاتح الهايدريك فلوتر اي بين هون فلوتر اتش يعني هايدريك، طبعا نيوماتيك يكون بي. فانا عندي هون الورك سبيس بنرسم عليها السيركت، الليبرزنت تبين مش موجوده اللايبرري بشوف منها كومبوننت. فانا بقدر ارسم بشكل كيف بدي اظهر اللايبرري، بروح من التاب اللي هون لايبرري فيو، فاللايبرري بتطلع من هون. اوكي، طيب هلا انا في اوريدي حتاخذوا اكسبيرمنت نمبر 1 امبارح شباب اللاب اخذوا الاكسبيرمنت، فانا حرسم هلا سيركت موجوده في الاكسبيرمنت. حرسم سيركت موجوده في الاكسبيرمنت، الاكسبيرمنت هي هاي. فانا حرسم سيركت عشان تكون فائده لللاب وللماد نفس الوقت. انا حرسم هاي السيركت. حسب هاي السيركت اللي بأكد هي موجودة بالإكسبيرمنت نمبر 1 في اللاب اللي أخذوه امبارح، المفروض يبنوها ويصيروا نكست ويك، واللي حياخذوا اليوم، سوري اليوم ولا بكره؟ بكره اليوم. المفروض ياخذوا هاي الإكسبيرمنت، المفروض يبنوا هاي السيركت. فأنا حبنيها مساعدة لكم، حبنيها هون في المحاضرة. هاي السيركت خلينا نقارن الكوبالس الموجودة عندي عشان أقدر أبنيها. عندي دبل أكتنج سلندر. كيف عرفت إنه هاي دوك؟ لأنه أنا عندي يا بالسؤال بكون منشن انه انا عندي هايدروك سيركت، او مبين انه عندي مثلث مضلل، فانا بعرف ان انا بحكي على هايدروك. قلنا بالنيوماتيك بكون انتي ترايبر. اوكي، فانا واضح ان عندي هايدروك سيركت دبل اكتنج سلندر. هذا الكومبوننت اسمه تشيك فالف. نرجع نعيد، انه انتم لسه جداد على الماده مش ضروري تكونوا حاضرين كل الكومبوننت. زي هذا الكومبوننت، فرضا انت فتحت السيركت بدك تبنيها، انت مش عارف اسمه. بدور في اللاب، يعني كثير طريقه تعلم ممتازه للطلاب انه يدور على الكومبوننت هو، يعني امكاني انا اذكر لك انه هذا اسمه تشيك باف موجود بهذه الجزئيه في اللايبرري، بس ما حتستفيد، انت لما تدور عليه بصير عندك ميمورايز البوزيشن تبعه وين كان موجود، وبتحفظ اسمه، فهي التعليم افضل لما الطالب يدور على الكومبوننت. فانت فرضا حاولت تبني السيركت، انا مش حكيت لك هذا تشيك باف، عادي بفوت على اللايبرري تبعت الفلوتسر بصير ادور وين هذا السمبل موجود. مش هون، فرضا هيو ها لقيته. ففكرة التدوير انت تدور بدون ما تعرف اسم الكومبوننت كمان مفيدة لك. نرجع لهذا التشيك باف، شو الفائدة منه؟ هنحكي فيها لقطة. اي سؤال؟ ما كانش نفس الشكل. لا نفس الشكل، هلا بس نرجع للفلوس ما فيش نفس الشكل. اوكي؟ هذا ايش اسمه برشا؟ فالف. هذا فالف بيفتح وبمرق فلو اذا وصل عليه البرشه لحد معين. حاليا مش مهمك انك انت تعرف السيكونس تبع السيركت قد ما تكون انت قادر تبني هاي السيركت، لانه السيميليشن حيساعدك تعرف السيركت شو بتسوي. يعني انا بتطلع بقدر من الخبره طبعا بقدر اعرف السيركت شو بتسوي. هلا انت مبدئيا الفلوتسر حيساعدك انت تفهم السيركت كيف تشتغل عن طريق تبني السيركت وتعملها رن، فحتكتشف السيركت شو بتسوي. اوكي؟ طيب رشا فالف دايركشنال كنترول فالف، اتفقنا على الاسم. بعد البورت انبوت ولا اوتبوت بعدها 1 2 3 4 فاسمه ايش؟ 4. كم بوزيشن؟ كم شامبر؟ كم غرفة؟ الاسم بدك اياه بعد 1 2 3 ف 4 باي 3 دايركشنال كنترول فالف مانيوالي اوبريتد ميكانيكال اوبريتد باي ليفر او مانيوالي اوبريتد باي ليفر. واضح التسمية؟ اوكي، عندي باب، هذا المعين اسمه فلتر. بالحياة العملية بالحياة الواقعية بس تشتغل في اللاب مهم الفلتر، لانك انت بتشتغل بهايدريك، الهايدريك بعرف انه هاي باور، واذا بتشتغل بفلو عالي سريع فانت اذا كان في شوائب في الزيت بشرح لك البادي تبع السلندر او البادي تبع الاكشواتر تبعك، فلازم نعمل فلتر للزيت قبل ما نفوته على الفالف وعلى السلندر تبعك.
هون بالسيميوليشن اكيد لانه ما في شيء واقعي فمش حتفرق معك، بس مشان انت تتعود لما تشتغل باللاب بحطه دائما. الفلتر بيهمني اني اعمل فلتر للزيت قبل ما يفوت على البادي او الاكشويتر او الكومبارس تبعتي لانه بجرحها من جوا. هذا هو رمز التانك، لانه نحن بنحكي على هايدريك. الهايدريك الباور تبعتي اوي، من وين بيجيب الاوي؟ من التانك. وزي ما عندنا في الكهرباء في عندنا الجراوند زيرو فولت، عندنا التانك والجراوند تبع الباور الهايدريك وقيمة البرشا فيه بيكون زيرو. محل ما بتشوف تانك اعرف ان البرشا زيرو، زي ما محل انا بشوف جراوند بعرف ان الفولت زيرو. صح؟ هذا برضه برشا فولت. هذا اسمه برشا فولت. كل هاي الاشياء حتشتغل فيها بالواقع في اللاب. فلا تستعجل او انه مثلا تحس انه سيركت مش فاهم، شوي شوي حتبدا تتعلم ويصير هاي بالنسبه لك شيء كثير ايزي. ضل؟ مش حنفكر كيف تشتغل السيركت هلا لانه انتم حاليا صعب يكون عندكم تخيل كيف السيركت تشتغل. بس لو تمشي الاستوديو حيفرجيك كيف الكومبارس وكيف تشتغل وكيف الباث تبع الاويل بيمشي، فبصير شوي شوي تتعلم. ضل؟ بلش نبني هاي السيركت. بدي اروح افتح الفلويد سيت. بدي الاكشواتر تبعي دبل اكتف سلندر، دائما ببلش فيها. دبل اكتف سلندر، واحد اثنين. بدي الباور تبعتي باب، هاي باب تانك فلتر. الفلتر هون بالسيركت كان بين واقف هون نايم، فشوي بدي اعمل له روتيت رايت كليك روتيت 90 ديجري. اوكي بلش حطيت التانك الفلتر عشان اضمن انه الاي طلع نظيف على السيركت تبعتي، اضمن الكوبونس بتحافظ حالها للباب. شو عندي؟ عندي البرشر فالف عليه تانك. بين طبعا هو فالف لانه هو الهدف السيركت هاي انه بده يمرق الاويل او ما يمرق، بالحالة الحاله السهم نازل لتحت ما في اويل، لما يتفعل هذا الفالف يمرق لك الاويل على التانك. فانا هذا بين هو برشر فالف. فانا بدي ادور عليه، بالفالف، اكيد مش بالاكشواتر. فبدي اجي الفالف كونفجريشن دايركشنال فالف مش موجود، فريكونسي ميكانيكال اوبريتر مش موجود، سولونويد اكيد مش سولونويد، سولونويد شيء بيحكي على كهرباء. وهذا بين ما بيشتغل على كهرباء، هي برشر فالف. بس تعملوا روتيت. اوكي؟ سوري. رايت كليك روتيت 270. سوري. دو روتيت 90. محطوط من هاي الجهة على تانك. طبعا انتوا لما تصيروا تشتغلوا في البيت او بدك تشتغل ضمن السيركت بتكون انت اوريدي طابعها جنبك وبتنفذها او بتضلك تفتح الاكسل شيت او البي دي اف، هلا انا لاني حافظيتها فانا رح امشي اسرع. اوكي؟ بس في مجال بس تعمل زوم او مش اكبرها؟ واضحة هيك؟ طيب. بدي الدايركشن كنت الفار. اوكي؟ بدي اروح وين؟ على لابري الفار ميكانيكالي اوبريتر لانه باي ليفر. وبدي اياه 4 باي 3. طبعا لاحظوا انه انا بس حط الماوس بيطلع لي الاسم 4 باي 3 وين دايركشن كنت الفار. بدي اتاكد ان البوزيشن رجع كبرها البوزيشن للتشامبر عندي او البوزيشن من جوا الفالف زي ما هو محطوط في الرسمه. اول شيء عندي هون طلع في اسهم متوازن والتقاطع هون من هون عادي مسكر، فهذا الشيء بدي اتاكد من هون بينه في ديفرنس صح؟ فبقى من دبل كليك بغير هذا البوزيشن لهذا الشيء صح؟ ومن هون بدي يكون عندي الاكس الرو من هون مسكر عادي. في ليفر في ليفر جاي الثاني.
تمام هيك؟ اوكي؟ صار زي ما هو موجود في الرسمة؟ لا في سبرينج، شايفين في سبرينج. ضيف سبرينج. دبل كليك، سبرينج ريتيرن، سبرينج ريتيرن. يس. في اللي جنب اللي مش الليفر، يعني في اثنين ليفر المفروض. اه، اوكي. قصدك هذا؟ اه. هذا لأنه سلكتر جاي بعلم. تمام هيك؟ هيك سويتش وسبرينج. هيك صار سويتش وسبرينج ولا خش بده؟ هلا هو ليفر. ليفر بتعرف شو الليفر؟ بتكون زي كيف ببريك السيئة أو ال هذا اللي هيك هذا ليفر هيك فأنت بس تحطيه بتفعل بوزيشن بس تشيلي هيك برجع للسنتر لأنه سبرينج هلا سبرينج شو مثل السبرينج؟ أنا حركت هذا الليفر إجا هذا البوزيشن شلت إيدي برجع وين؟ على السنتر ليش؟ لأنه في سبرينج ما فيك شبطه نحن الليفر هلا بغض النظر هو بشبطه من الليفر بضل ميكانيكلي أوبريتد صح؟ يعني لا نعلق نحن مش الفكره مبنيه انه ميكانيكال هو بشبطهم هو ليفر هو بالاخر ميكانيكال بده يتحرك صح؟ بس انا بدي افهمك شو يعني سبرينج سبرينج انا حركت الليفر اجى هذا البوزيشن شلت الليفر ما بضل هون برجع هون فاهمين البوزيشن تبع الضال؟ فاهمين؟ تكمل الرسمه عندي بي محل ما بشوف قلنا رقم واحد في النيوماتيك او الرق او لتر بي مش مين لازم تتصل بيه برشر يعني لازم يكون مع البامب متصل لانه البامب هي السورس تبع البرشر يعني فانا بي لازم اوصلها وين؟ في البامب انا من خلفيتي انت طبعا حاليا بس بدك تلتزم في الرسم هي مبين البارت الاول موصول مع البامب الجهه الثانيه موصول مع ايش؟ تانك فبدي اجي هون احط تانك صح؟ يا باخذ هذا كوبي او بجيبه مره ثانيه من اللايبرري كوبي بس اه هاي كلها شغال تمام لحد ما مفهوم طيب هلا بدي اكمل في عندي رشر بار بشر بار تشيك بار تشيك بار بدي اجيبهم مره واحده وبعدين ابلش قلنا تشيك بار ادعى زميلكم انه مش نفسه أنا قلت هذا تشيك باف أي واحد اثنين وبدي الرشر بار واحد اثنين كبر الرسمة هاي هذا بدي أكبر لكم إياه هذا نرسم هون مشان نفرجيكم الرسمة كيف شكله؟ صح؟ طلع هو نفسه موجود في السيركت ولا انا بدعي ذلك؟ نفسه ولا مش نفسه؟ ايش طبعا الدايركشن هذا رايح هذا واقف نفسه ولا مش نفسه؟ مين قال مش نفسه؟ نفسه ولا مش نفسه؟ نفسه شو مهمة هذا الفالف؟ هذا بسموه تشيك فالف انه بمر الاول بون دايركشن يعني فرضا الاول جاي من هيك هلا هذا السمبل تبعه هذا اكشن من جوا كيف شكله؟ اكشن من جوا هذا السمبل تبعه ولو فتحت الباب كسرته حتلاقيني جوا هيك شكله تخيل ان في اول جاي من هون شو بده يعمل؟ بده يرفع الطابق ويمر ويطلع في مشاكل؟ طب تخيل ان الاي جاي من فوق بده يمر الاي؟ فهذا الباب شو مهمته؟ عمل الاي سمح للاي يمر بون دايركشن بالاذر دايركشن منعه كيف الفكره زي ايش؟ زي دايت ايش؟ دايت صح؟ مش الدايت بيسمح لمرور التيار انا يعني طبعا ناسي المعلومات فرضا يعني الدايركت مش بيسمح لمرور كانت مو دايركشن بالاذر دايركشن ممنوع هذا هو الدايركت اسمه تشيك باف خلينا بس نوقف ونرد بدا